السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أحبتي في الله، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. ماذا يجري في سوريا منذ يوم الأربعاء الماضي 27/11، حيث هجوم من المعارضة والتقدم نحو مدن وقرى للسيطرة والاستيلاء عليها، وقد تم السيطرة على مدينة حلب وبما فيها أقضيتها ونواحيها، والمعارضة متجهة نحو مدينة حماة، وحماة محاصرة والأنباء عن انسحاب الجيش النظامي منها. هذه الحرب بدأت من اليوم الذي أعلن فيه توقف الحرب في لبنان بين حزب الله واليهود، بالتحديد هذا التزامن. لكي نفهم هذه المسألة لابد أن ننظر لها من عدة جوانب. قبل أن نتكلم عن الوضع الآن نعود قليلا إلى الوراء. ففي ذروة ما يسمونه الربيع العربي، أي في عام 2011، نزل المتظاهرون إلى الشوارع في سوريا مطالبين بالإطاحة ببشار الأسد. طبعا قوبل المتظاهرون بالقوة المميتة، وبينما سحقت قوات الأسد الحركة بدأت المعارضة المسلحة تتشكل وتتكون من ميليشيات عضوية صغيرة وبعض المنشقين عن الجيش السوري. كانت قوات المعارضة اللامركزية التي تتألف من أيديولوجيات مختلفة ولكن بهدف مشترك يتمثل في الإطاحة بالأسد، مدعومة بطرق مختلفة من قبل قوى خارجية إقليمية ودولية. ومع نمو القوات المناهضة للحكومة كثف حلفاء سوريا إيران روسيا دعمهما للحكومة السورية وعلى الأرض. ساعد الحرس الثوري الإيراني وكذلك وكيلها اللبناني حزب الله في محاربة الجماعات المسلحة، وفي السماء تعززت القوات الجوية السورية بطائرات حربية روسية للقصف. أبدى في حينه الإسلاميون المتطرفون بما في ذلك تنظيم القاعدة اهتمامهم بسوريا، وتبنوا قضية مشتركة مع المعارضة السورية التي لم ترحب بالمشاركة الجهادية. في حلول عام 2014 هيمن المتطرفون وبدأ تنظيم الدولة الإسلامي في الانتشار في جميع أنحاء البلاد، وخوفا من أن تصبح سوريا بؤرة دائمة للإرهاب تدخل تحالف دولي بقيادات الولايات المتحدة مع التركيز على القضاء على الجماعة. لقد خاضت قوات سوريا الديمقراطية SDF وهي شريكة للولايات المتحدة تتألف من مقاتلين أكراد قتالا ضد داعش، مما أدى فعليا إلى انهيار الوجود الإقليمي للمجموعة. في عام 2020 اتفقت روسيا وتركيا على وقف إطلاق النار في آخر محافظة متبقية تحت سيطرة المعارضة إدلب، واتفقتا على إنشاء ممر أمني مع دوريات مشتركة. لم تحدث أي اشتباكات كبيرة منذ ذلك الحين، لكن الحكومة السورية لم تسترد كل أراضيها، وكما تظهر الأحداث في حلب فإن المقاومة المسلحة لم تختفي أبدا. هنا السؤال، لماذا اشتعل الصراع الآن ولصالح من؟ طبعا الهجوم بدأ يوم الأربعاء بعد أن شكلت المعارضة تحالفا جديدا يسمى قيادة العمليات العسكرية. اجتاحوا بسرعة القرى خارج حلب وسيطروا على حلب ولم يواجهوا أي مقاومة تذكر على طول الطريق، والمعارضة تقول أنهم يسعون لتحرير الأراضي المحتلة، وكانوا يردون على الهجمات المتزايدة من قبل القوات الحكومية والجماعات المسلحة الموالية لإيران. طبعا المعارضة الآن استفادت لأن حلفاء حكومة بشار مشغولين بصراعات أخرى، روسيا مع أوكرانيا من عام 2022، وروسيا هي الشريك الرئيسي للأسد في حرب الجوية. في نفس الوقت إيران عانت من سلسلة من الهجمات من إسرائيل، خاصة ضربات ثقيلة موجهة لأذرعها بما فيهم حزب الله. المعارضة الآن يستخدمون الفراغ الذي تركته المجموعة للتقدم في سوريا. طبعا مدينة حلب أكبر مدينة في سوريا من حيث عدد السكان، وهي عاصمتها الاقتصادية، وهي واحد من أقدم المدن المأهولة بالسكان في العالم. فحلب لها استراتيجية خاصة، وكانت أيضا المعقل الرئيسي للمعارضة حتى استولى عليها بشار في عام 2016. السؤال، من يقود هذا الهجوم؟ الهجوم هو من مجموعة واسعة من قوى المعارضة من الفصائل الإسلامية إلى المعتدلين. من يقودهم؟ هيئة تحرير الشام. هيئة تحرير الشام جماعة تابعة لتنظيم القاعدة في سوريا،
كانت تعرف سابقا باسم جبهة النصر، لكن الجماعة قطعت علاقتها رسميا مع تنظيم القاعدة، وكانت الحاكم الفعلي في إدلب، وانضمت إليها مجموعات مدعومة من تركيا وأخرى كانت مدعومة سابقا من الولايات المتحدة. اللي زاد الوضع تعقيدا أن قوات سوريا الديمقراطية تولت بعض هذه المناصب. العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية هم المقاتلون الأكراد من مجموعة تعرف باسم وحدات حماية الشعب YPG، والتي قاتلت سابقا مجموعات معارضة سورية أخرى. طبعا تركيا تعتبر وحدات حماية الشعب امتداد لمجموعة تعتبرها منظمة إرهابية. الآن المعركة، هذه المعركة المعارضة أخذت ضوء أخضر سواء من تركيا أو من أمريكا لعدة أسباب. فائدة تركيا القضاء على وحدات حماية الشعب YPG، لأن تركيا لا تريد بأي شكل من الأشكال أن يكون هناك استقلالية أو حكم ذاتي للأكراد في سوريا. أما أمريكا فأمريكا تريد أن تفتح جبهة جديدة لروسيا في سوريا، لأن روسيا في أوكرانيا متقدمة، وهناك خوف بشكل عام لأوروبا من روسيا في حربها في أوكرانيا، فأوكرانيا هي السد المنيع لأوروبا الشرقية وأوروبا الغربية، فإذا انكسر هذا السد فأوروبا تكون في خطر كبير جدا، بما فيها بريطانيا أيضا. لا شك نحن نفرح من أجل الناس، لا من أجل جبهة نصرة أو فلان معارضة، نحن نفرح أن يسترد هذه القرى والمدن حتى الناس ترجع إلى أماكنها بعد كل هذه التشرد والأذى والتهجير. فنحن نفرح أن الناس يعودون إلى بيوتهم التي نهبت من قبل بشار. فنحن لا شك المعارضة أقرب إلينا من بشار، وأعيد وأكرر أن المعارضة لم تكن لتقدم على هذا العمل إلا بإعاز من جهات خارجية أجنبية، وهناك طبخة ما نعرف إيش مكوناتها تطبخ في المنطقة. إسرائيل قضت على حزب الله وتريد أن تقضي على كل الجماعات التابعة لحزب الله أو لإيران أو حتى ميليشيات الحشد الموجودة في سوريا، يجب أن يتم انسحابها. وأتوقع أن أمريكا سوف تمكن للمعارضة لكي تفتح جبهة حرب مع روسيا فتستنزف روسيا في سوريا، لأن روسيا الآن كانت في مرحلة آمنة نوعا ما في سوريا، لا تخوض معارك لأن المعارضة ساكتة من بعد اتفاق ستانا من 4 سنوات، من 20 تم الاتفاق أنه ينتهي كل شيء، هذا يأخذ جزء وهذاك يأخذ جزء. الآن روسيا يجب إلزاما عليها أن تحافظ على مصالحها في سوريا التي بنتها من سنين. روسيا الآن بالنسبة لسوريا ممكن أن يعتبر محافظة من محافظاتها، أقامت فيها قواعد، دربت فيها جنود، ووزعت فيها جيش، وأرسلت لها عتاد، ما ممكن أن تفرط في كل ما بنتها من سنين بلمحة بصر، لا، سوف تحاول أن تقاوم إلى آخر رمق منها، وهذه المقاومة من روسيا في سوريا سوف يضعفها من دعمها لأوكرانيا، وهذا هو المطلوب بالنسبة لأمريكا وأوروبا، وإلا إعطاء الضوء الأخضر للمعارضة ليس حباً للمعارضة، هي طبخة كما ذكر، لكن نحن نقول اللهم ادفع الظالمين بالظالمين واجعل المسلمين بين أيديهم سالمين. هو الشعب دائما كبش الفداء وهو المتضرر الأول والأخير بالنسبة لهذه الحروب وهذه الفتن، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ سوريا وأهل سوريا من هذه الفتن، وأن يهيئ لهم أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويهدى فيه أهل معصيته.